هادشي اللي غتسمع اليوم جاي من خطاب ديال جيم رون اللي هو واحد من انجح المقاولين الكتاب ولي كوتش اللي دازوا في امريكا. فهاد الخطاب جيم رون كان كيهضر على سر من اسرار النجاح، عجبني وجبتو لكم بالدارجه المغربيه. قبل ما نبداو ما تنساش عافاك تدعم القناه بواحد سبسكرايب، دير الكيت واسمع مزيان صديقي. نبداو. شنو هو المفتاح الاول ديال حياه زوينه؟ المفتاح الاول ماشي هو تعلم كيفاش تحدد اهداف، وماشي هو تعلم كيفاش تجيري الوقت ديالك، وماشي حتى انك تخدم على الصفات ديال القياده او الليدرشيب. كل نهار وبالاف طرق المختلفه كنحاولوا نحسنوا من راسنا من خلال اننا نتعلموا حوايج جداد. كنضيعوا عمرنا في الجمع ديال المعرفه في المدرسه في الكتب في التجارب، ولكن الا كانت المعرفه هي القوه، والا كانت هذه المعرفه بصح هي الطريق للنجاح، فاذا علاش كنفشلوا في تحقيق الاهداف ديالنا؟ علاش على الرغم من كاع المعرفه والتجربه الاجتماعيه اللي عندنا كنلقاو راسنا غاديين بلا هدف وغير كنديو في الايام، وحتى الا استقرينا كنستقروا على حياه الوجود عوض حياه ديال الجوهر؟ هاد السؤال يقدر يكون عنده بزاف الاجوبه. الجواب ديالك انت او انت يقدر يكون بدل عدد ديال صاحبك مرتك او الناس اللي كيخدموا معك. في الوقت اللي كل واحد عنده جواب مختلف على هاد السؤال، انا كنشوف ان الجواب الاساسي هو الغياب ديال الانضباط. والتطبيق ديال كاع داكشي اللي كنعرفو هو بالضبط كلمه الانضباط، الانضباط الذاتي. وهنا نقدروا نزيدوا كلمه اخرى ونقولوا الانضباط الذاتي الثابت والمستمر. ما كيهمش قداش انت ذكي ومطور او لا قداش المعرفه ديالك الا كنتي ما كتخدمهاش. ما كيهمش انك تكون جبتي الباك او لا الماستر او لا حتى الدكتوره ب16 الا كنتي حاصل في خدمه اللي الصالير فيها هابط. ما كيهمش انك تكون حضرتي العرام ديال الندوات او لا دروس الا كنتي ما كتطبقش داكشي. عرفتي شنو اللي احسن من المعرفه؟ هي المعرفه اللي كتطبقها في حياتك. وبمجرد ما اننا نخدموا داك المعرفه في حياتنا خاص تكون قادر تقرا النتائج باش تحسن من النهج ديالك. اخيرا من خلال المحاوله الملاحظه التحسين والمحاوله مره اخرى، فهنا المعرفه ديالنا بصح كتولي كتنفعنا وكتجيب نتيجه. وهذا الشيء بالضبط اللي غيخليك تكمل وانت فرحان، تزيد تطبق تزيد تتعلم وتكبر الطموح ديالك بلوفات انك كتزيد القدام. دغيا غتلقى راسك درتي عرام ديال الحوايج. داك النجاح اللي غادي توصل ليه مع التأثير الإيجابي والنشوة ديال هاد التجربة كاملة كتخليك تعيش حياة ديال نجاح عوض حياة ديال الرداءة والمأساة. ولكن باش هاد العملية كاملة تصدق ليك خاصك ضروري تولي كتقن فن الانضباط، وكما قلنا الانضباط الذاتي الثابت والمستمر. ونرجعوا لداك الأمثلة اللي هضرنا عليها في الأول ديال أنك باغي تولي كتعرف مثلا تحدد هدف، كتعرف تجيري الوقت ديالك، كتقن فن العلاقات او الابوه ولا الامومه. هادشي كامل كيتطلب الانضباط الذاتي يا معلم. الا ما رديناش من هاد الانضباط جزء من حياتنا اليوميه فالنتيجه اللي كنكونوا باغيين نوصلوا ليها كتولي بعيده المنال ومتفرقه. فباش انك بصح تجيري الوقت الثمين ديالك فانت خاصك واحد الجهد مستمر، والا غتولي حاس باحباط مستمر حيت وقتك الا ما جريتيش غادي يضيع لك مع ناس اخرين اللي المطالب ديالهم اقوى من المطالب ديالك. مثال واحد اخر هو انك محتاج الانضباط باش تحيد داك الاصوات المزعجه اللي كتسمعها في دماغك، داك الصوت ديال الخوف من الفشل، الخوف من الفقر، الخوف من قلب مجروح. الامر اللي كيتطلب الانضباط باش تبقى كمال وكتحاول باش هاد الصوت كيقول لك انك غادي تفشل. الخلاصه هي انه انت او انت محتاجين الانضباط الا بغيتو تبدلوا شي عاده، حيت العادات كل نهار كتزيد تصاوب، ونهار مورا نهار فاش عاده كتصوب فهي كتولي بحال شي كابل غليظ. العادات كيوليو بحال شي غريزه اللي ميمكنش تحيدها او لا تبدلها الا من خلال الانضباط المستمر وعلى المدى الطويل. العاده اللي قلنا هي دايره بحال شي كابل غليظ، باش تقطعو خاصك تقطع داك السلوكه الصغار اللي لداخل واحد بواحد بشويه وبالعقل، باش في التالي يولي داك الكابل غليظ اللي كان مكتفنا غيكومه ديال السلوكه اللي مقطعين. وهنا هاد الشيء كيطلب منك انك تطبق واحد النظام جديد بشكل مستمر، وهذا النظام الجديد هو اللي كتكون باغي انت باش تبدل داك العاده او النظام القديم اللي بغيتي تحيد من حياتك. وبيان سور كيما غتكون فهمتيها دابا هاد الشيء كيطلب منك الانضباط، اولا باش تخطط، ثانيا باش تطبق البلان ديالك، وثالثا حتى باش تبدل البلان او الطريقه ديال التنفيذ الى كانت النتائج ديالك ضعيفه. وبلا ما ننساو داك الانضباط اللي غتحتاج باش تواجه الاراء ديال العالم على داكشي اللي كدير،
حيت باش تغلب على الليغو ديالك فاش دماغك كيقول لك ما تسوقش لشنو كيقولوا الاخرين وباللي الاخرين غير كيخربقوا، كتكون محتاج انضباط. وهذا الانضباط هو وعي مستمر بانك محتاج تبقى كتخدم كتحسن من الاداء ديالك بشكل واعي. ركز معايا على كلمه واعي. فاش كتوصل انك تكون واعي وكتخدم في نفس الوقت، فانت كتكون بديتي واحد السلسله زوينه ديال النشاط منضبط. وهنا بالضبط فين كيجي الجانب الثاني ديال الانضباط، حيت الا كان كيدوز وقت كبير بين لحظه الوعي ووقت التنفيذ، كتكون طحتي في التسويف والمماطله، حيت المماطله هي عكس الانضباط تماما. الصوت اللي في دماغنا كيقول لنا خاصك دير الحاجه، والانضباط كيقول لك ديرها دابا وديرها باحسن طريقه ممكنه اليوم وغدا، حتى تولي كدير الحاجه بشكل غريزي في التالي. اما التسويف والمماطله كتقول لك من بعد ودير، دابا تلقى الوقت من بعد. التسويف كيخليك دير داكشي اللي ضروري باش تقنع الناس، دير اللي تقدر عليه ولكن ماشي داكشي اللي خاصك بصح دير. وفي كاع الظروف اللي كنعيشوها كنكونوا اونفاس لهاد جوج اختيارات، دير الحاجه دابا اولا دير الحاجه من بعد. وكنظن انت عارف باللي تختار وجود منضبط كيعطي ثمار ديال الانجاز والرضا، والمماطله ما كتوصلكش وكتخليك عايش حياه رديئه. غير هو خاصك تكون فاهم باللي النتائج والمكافآت ديال الحياه منضبطه زوينه بزاف، ولكن راه كتاخذ الوقت وكتجي من بعد. وعلى العكس من ذلك، عدم الانضباط النتائج ديالك دغيا كتجي ولكن كتكون غير صغيره وما عندهاش قيمه حدا شنو تقدر توصل بالانضباط. مكافاه مزروبه ديال عدم الانضباط هي تمشي مثلا دوز نهار في البحر، ومكافاه الانضباط هي دير بيسين ديالك في دارك وتولي كل نهار مبحر. ولكن الاغلبيه ديال الناس كيختاروا المتعه ديال الحاضر على حساب الثروه ديال المستقبل. اذا كيفاش انت اولا انت تقدر تحيد هاد لي ديفياسيون اولا الانحرافات من حياتك وتبقى غادي نيشان الهدف ديالك؟ كيفاش تخلي دماغك مركز على داكشي اللي بغيتي دير؟ كيفاش تولي كدير كلشي اللي خاصك ديرو وديرو دابا ماشي من بعد؟ يعني كيفاش تختار الانضباط وماشي المماطله والتسويف؟ حيت راه يا اما تبقى منضبط ومركز على الهدف ديالك، واما غتلقى دماغك مشتت ومخربق بكثره الافكار السلبيه. ودابا خليونا نشوفو ونتعمقوا في الانضباط في ثلاثه ديال الخطوات باش تولي فعلا منضبط. اولا، الانضباط الحقيقي ماشي هو الخيار السهل. الاغلبيه ديال الناس كيفضلوا يبقاو ناعسين حتى العشرة على انهم يفيقوا مع 6 الصباح. سهل انك تسهر وتنعس معطل، سهل انك ما تقراش، سهل تفرج في التلفازه في بلاصه انك تقرا كتاب، سهل دير المينيموم من اي حاجه. انك تسنى هو سهل من انك تنوض وتدمر. البكا والشكا سهل من تمر. تخيل معايا كيفاش غتكون الحياه الا ما كنتيش مجبر انك تقاد ناموسيتك الصباح، اولا تنقي قدام باب داركم، اولا تخلص الضريبه، اولا حتى تمشي كل نهار للخدمه. ماشي غتكون الحياه واعره وسهله؟ شنو كتصور غنوليو غنكونوا مزيانين ديك الساعه؟ ما كنظنش. النظام اللي حنا كنعيشو فيه واللي كنساهمو فيه تصاوب باش ان الحوايج السهله ما كتربحش بزاف. الربح والفلوس كاينه في الحوايج الصعيبه. العالم ديالنا كانوا غادي يبقى معركه دائمه ما بين حياه سهله والنتائج ديالها المزروبه والبسيطه، وما بين الحياه اللي فيها انضباط والمكافآت ديالها اللي مهمه اكثر. وكل حياه من هادو عندها ثمن ديالها، ثمن الانضباط او ثمن الندم. ضروري تخلص واحد من هاد الجوج. وداكشي اللي كنا كنتمناو كون غيدرناه هو الصوت ديال الندم فاش كيكون فات الفوت. الاختيار كاين بين يديك والثمن مختلف. عقل معايا، ثمن الانضباط او ثمن الندم. واحد كيطلع رخيص الاخر كيطلع غالي يا معلم. وهذا هو الدرس الاول، الانضباط ماشي خيار سهل. الدرس الثاني يا صديقي هو ان الانضباط هو خدمه اتون بلان. وكما قلنا في الاول، احسن نوع ديال الانضباط هو الانضباط الذاتي المستمر. خاصك تفهم يا صديقي ان الانضباط اللي غتحتاج باش تقاد ناموسيتك كل صباح هو نفس الانضباط اللي غتحتاج باش تنجح في عالم الاعمال. الا كنا منضبطين في مجال واحد وكسولين في واحد اخر، تخيل معايا اش غيوقع. دغيا غادي تلقى راسك داك الكسل بدا كيتسلل باش يهرس لك داك الجانب المنضبط ديالك. للاسف العادات الخايبة في مجال واحد تقدر في التالي تدمر لك الانضباط الذاتي ديالك. الانضباط هو العقل اللي كندربوه باش يتحكم في حياتنا، هو واحد المجموعة ديال المعايير اللي اختاريناها كقيد ديال السلوكات ديالنا. والانضباط كيجي هنا باش كيفرض علينا نحترمو داك المعايير.
مثلا انت او انت غتقول لولدك ان التلفازه كتضيع لهم دماغهم، ولكن انت كدوز الليلات ديالك او لي سواغي ديالك قدام التلفازه ولادك كيشوفوك. كنقولوا للناس اللي خدامين عندنا خاصهم يستافدوا من كل دقيقه ديال الخدمه في النهار، ولكن انت كدوز 3 السوايع في الغداء، كتولي طايح في داك المثال ديال دير داكشي اللي كنقول وما ديرش داكشي اللي كندير، وهذا الشيء ماشي منطقي وكيخلي المصداقيه ديالك في الحضيض. المصداقيه مع الناس اللي كيعاشرونا، وخصوصا المصداقيه ديالنا مع راسنا. ولكن واش عرفتي شنو اللي كفس كاع من داك الشخص اللي كيتناقض في التطبيق ديال المعايير ديال الانضباط ديالو؟ هو داك الشخص اللي ما كيفكرش كاع انه محتاج للانضباط، او لا ما فاهمش القيمه ديالو. هاد الناس هما اللي كيكونوا غير غاديين بلا هدف، كيبدلوا اش كيديروا، كيبدلوا المعايير ديالهم، كيبدلوا الولاءات، وكيدوزوا ديما من التزام لواحد اخر، كيخليو موراهم ديما علاقات فاشله، مشاريع ما مكمولاش، وبزاف د الوعود اللي ما وفاوش بها. وهذا الشيء كامل بسبب الانضباط اللي كان اما ما موجودش، او لا مره كيكون مره ما كيكونش، حتى كيولي ما نافع في والو. وهذا الشيء غيخليني ندوز للخطوه الثالثه باش تولي منضبط بشكل مستمر. قلنا الاول هو الانضباط ماشي سهل، الثاني هو ان الانضباط راه خدمه ديال كل نهار وكل وقيته، والثالث هو انك باش تولي منضبط خاصك تفهم باللي مورا كل جهد منضبط كاين بزاف ديال المكافآت. الكونسيبت هنا داير بحال القانون ديال الزريعه والحصاد، وهنا هذا القانون ماشي غير كيقول انك غتحصد داكشي اللي زرعتي، ولكن كيقول انك غتحصد كتر بزاف من داكشي اللي زرعتي. الا كدير خدمه زوينه المكافاه غتكون كبيره، ونفس الشيء الا كنتي عادل صادق وصبور مع الناس، الا عطيتي كتر من داكشي اللي كتسنى يرجع ليك، فداكشي اللي كيجيك غيكون كتر من داكشي اللي كتوقع. والكلمه المهمه هنايا ديما هي الانضباط. كلشي كنحتاجو فيه انضباط، وليداتك محتاجين انضباط ديال بصح، والا غيكونوا مرتبكين وما عارفين شنو الطريقه اللي خاصهم يتصرفوا بها. وهذا الشيء صحيح حتى بالنسبه للافكار ديالنا. الافكار ديالنا كتبغي الانضباط، خاص تكون داير لي ليميت والمعايير والقواعد ديال السلوك ديالك، والا الافكار ديالك غتولي مخلطه ومخربقه، وهذا الشيء كيعني كدوه وكتلف هذه الحياه اللي صعيبه. افكار مشوشه كتعطي نتائج مشوشه. فهاد اللحظه بالضبط خد دقيقه وشوف داكشي اللي داير بيك، وفكر شنو اللي كدير واللي خاصك تبدل. الحاجه الوحيده اللي محتاجها انت باش تبني القصه النجاح ديالك المستقبليه هو الانضباط المستمر، واللي غيخليك تبقى اطول مده ممكنه كتحاول وكتجرب وتضرب تماره باش توصل. احسن شكل ديال الانضباط هو داك اللي كتفرضو على راسك، ماشي حتى كتزمر الدعوه لدرجه ان شي واحد اخر يفرض عليك الانضباط في حياتك، ماشي غتكون خايبه بزاف. صعيبه يكون شي واحد اخر في الدنيا كيفكر في بلاستك وكيبلاني ليك اكثر من تاخد ممتي راسك. وهنا غنختم بهاد الفكره ديال انه حياتي انا، حياتك انت او حياتك انت، هي في التالي غتكون سوا مثال زوين كيتعطى او لا تحذير كيتعطى. الانضباط ديالك هو اللي غادي يخدم بحال شي محفز اللي غادي يعطي الجوهر والعمق للطموح ديالك باش انك توصل للاحلام ديالك وتولي كيما بغيتي تولي. وهنا غنقول لك كلمه كنت كنسمعها في لافاك وكتعجبني، واللي هي انضبط الطالب، وانا غنقول لك انضبط المشاهد. المهم صاحبي الفيديو تسالى هنا، تابونا خلي لايك كومونتير ونتلاقاو في الفيديو الجاي. سلام.